أراضي الجمهورية التركية كافية بالنسبة لنا، لا توجد لدينا أي أطماع تجاه أي بلد سواء العراق أو سوريا أو أي بلد آخر، هكذا قالها الأتراك. لكن هل أنتم متأكدون يا هؤلاء؟ إذن لماذا لا توقفوا هجماتكم في العراق وسوريا؟ العراق الجريح يئن، فمن يسمع أنين أسود الرافدين؟ في العراق فقط سقط أكثر من 1,000,000 شهيد بسبب الغزو الأمريكي، وفي العراق اليوم لا يتوقف عداد الضحايا عن الدوران. ضربات وعمليات عسكرية تركية، ضربات إيرانية، وفوق هذا كله تعاني بلاد نهري دجلة والفرات من الجفاف. وفي الطرف الآخر لا تتوقف العمليات العسكرية لأنقرة في سوريا، حيث يتواجد الروس والإيرانيون والأمريكيون، وجميعهم يدعي التضامن مع دمشق. فلما كل هذا؟ إلى اليمن حيث أصبحت السعيدة تعيسة، فقر وجوع وخوف يعم البلاد. حال العرب لا يسر الناظرين، عن حال الدول العربية نتحدث يا سادة، وإليكم البقية. كوارث عراقية. مرت أكثر من 4 عقود من الصراع التركي مع حزب العمال الكردستاني، وهنا أعلن وزير الدفاع التركي خلوسي أكار أن قوات بلاده هاجمت مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وقد سميت العملية بقفل المخلب. فهل ستستمر العراق بتلقي هجماتكم أيها الأتراك؟ لم يحدد الأتراك أهدافهم من العملية، وهل حققوا شيئا منها؟ وذلك يعني أن العمليات والانتهاكات ستستمر بعيدا عن أي مسار زمني يحكم تطوراتها، سواء على المدى القريب أو البعيد. في أبريل الماضي بدأت أنقرة هجوما بريا وجويا على جيوب محافظة دهوك العراقية ضد المسلحين الأكراد، وسرعان ما أطلقت القوات التركية المدفعية وطائرات الهليكوبتر والمسيرات والمقاتلات. كما نشرت القوات الخاصة التركية ووحدات الكوماندوس. تقول التقارير أن عملية قفل المخلب ليست إلا استعدادا لعملية شاملة لاستعادة السيطرة على الموصل وعلى الأراضي العراقية، والتي من المتوقع أن تبدأ في عام 2023 عندما تنتهي معاهدة لوزان التي تقيد الأتراك. وماذا بعد أيضا؟ هل ستنتهي تركيا من قيودها لتقيد الآخرين؟ الانتهاكات ضد العراق لا تأتي من الأتراك وحسب، فقد أتت من الأمريكان من قبل، حيث عاثت الولايات المتحدة فسادا في أرض الرافدين وقتلت أكثر من 1,000,000 عراقي، واستولت على النفط ولا زالت تسرق النفط إلى اليوم. مهلا، لم تكتمل الكوارث بعد. هنا تأتي كارثة أخرى من الإيرانيين، حيث سقطت الصواريخ الإيرانية على مدينة أربيل بحجة قصف قاعدة إسرائيلية للانتقام من الإسرائيليين على مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني، والجرح دائما في الجسد العراقي. مصائب العراق لا تأتي فرادى، وهنا يعلن العراق اختفاء تاما لبحيرة حمرين في محافظة ديالى، وجفاف بحيرة ساوى التاريخية في محافظة المثنى، إلى جانب انخفاض ملحوظ في منسوب نهري دجلة والفرات. الجفاف يضرب أنهار وبحيرات العراق ويثير فزع السكان. وفي أبرز ذلك تأتي تركيا التي تبني عشرات السدود وتقطع مياه الأنهار العراقية، وكذلك تفعل إيران. فهل تركتم العراق وشأنه يا من تعتبرون جيرانه؟ نزاع في الأرض السورية. عملية قفل المخلب العسكرية التركية هي جزء من العمليات التركية طويلة الأمد في العراق، وهي كذلك في سوريا. في الوقت الذي كانت أنظار العالم تتجه إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت الطائرات والمروحيات والمسيرات التركية تدك أهدافا كردية في سوريا، وكانت الأهداف تتمثل بمعسكرات ومخازن ذخيرة ومنازل تتوسط مرمى النيران. أردوغان يقول إن عملياته في سوريا هي من أجل إنشاء منطقة آمنة. عن أي أمن تتحدث يا هذا؟ تقوم تركيا باعتقال اللاجئين السوريين وترحيلهم إلى سوريا بتهمة ارتفاع الجرائم في البلاد. ويوجد في تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، وعلى الأرض في سوريا تتواجد القوات السورية والإيرانية والروسية مع القوات التركية من جهة ومع القوات الأمريكية من جهة أخرى، والأراضي السورية هي من تتلقى الضربات في كل الأحوال.
بينما تتجه الأنظار إلى الاجتماع الذي سيضم رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران لمناقشة الوضع السوري. فهل يجد الأجانب حلا للقضية السورية لم يجده السوريون لأنفسهم؟ تعاسة اليمن السعيد. الوضع ليس أفضل حالا مما هو عليه في العراق وسوريا. هدنة لمدة شهرين تلاها تمديد للهدنة لشهرين آخرين، ثم تمديد آخر لستة أشهر أخرى. لكن على الأرض فالهدنة لم تأتي بجديد، فالشعب اليمني يعيش معظمه تحت خط الفقر، والأزمة الإنسانية تضرب البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وكل ما فعلته الأمم المتحدة هو الوساطة لأجل الهدنة. لكن الهدنة كانت فقط لأجل إيقاف إطلاق النار. وماذا عن ارتفاع الأسعار أيتها الأمم المتحدة؟ وماذا عن السلام الدائم؟ ألن يرى اليمنيون بارقة أمل بخروجهم إلى النور بعد 7 سنوات من الظلام والدمار والخراب؟ توقفوا قليلاً، هل كانت الهدنة في اليمن لنهب ثرواتها؟ فاليمن يتمتع بثروات طبيعية كالنفط والغاز، هل يتم سرقة هذه الثروات مقابل الهدنة، خصوصا مع انقطاع النفط والغاز الروسيين عن الغرب؟ هل تحاول أمريكا الاستفادة من ثروات وطن جريح لا حول ولا قوة له؟ وهل سيطول صمت الشعب اليمني على ذلك؟ هل ستستمر الإمارات بتحيين ميناء عدن؟ يجري خنق الشعب اليمني يا أصدقاء بأياد خارجية. تمتلك اليمن أيضا واحدة من أجمل الجزر في العالم، جزيرة سوقطرى التي تحتوي على الآلاف من النباتات والحيوانات النادرة. لكن للأسف تسطو الإمارات على هذه الجزيرة وعلى الجزر اليمنية بشكل عام. الإمارات لم تكتفي بنهب أرخبيل سوقطرى، بل هي اليوم تبني قاعدة إسرائيلية فيها، وتحتل جزيرة ميون التي تتوسط مضيق باب المندب الاستراتيجي. هل ترك الإماراتيون جزرهم التي أخذتها إيران وجاءوا ليأخذوا انتقامهم بأخذ الجزر اليمنية؟ هزلت ورب الكعبة. واليوم تحكم الإمارات سيطرتها على باب المندب اليمني الذي يتحكم ب 12% من التجارة العالمية. فماذا تركتم لملاك هذه الأراضي التي تحتلونها يا أبناء زايد؟ لدى اليمنيين والعراقيين والسوريين إحساس كبير بالجرح الوطني المفتوح الذي يجعل سماء بلدانهم وأراضيهم مستباحة ومكانا سهلا لتنفيذ العمليات العسكرية الخارجية، بينما تقوم الدول المعتدية بمحاولة حل قضايا الدول التي تعتدي عليها بحجة فرض السلام. وأي سلام هذا الذي سيأتي به العدو؟ يا لحال العرب اليوم يا سادة.